تقولي الو؟ اقول الو. معاكي التليفون. الو الو، ايوه، مين؟ صوت العرب من القاهره. صوت العرب من القاهره. ايوه، مين يا الاعلامي الكبير كان الاستاذ ليا في صوت العرب جمال الشعر؟ وراح التلفزيون وانت قلت لي لا التلفزيون. ازيك يا جمال؟ ليه كده؟ ليه ايه؟ وفاهم يا عمر ربنا يديله الصحة أستاذنا طبعا، قال لي إيه ده؟ إيه تروح التلفزيون إيه ده؟ لا ده هو الأستاذ فهمي اللي قال لنا، اللي خيرنا كل الدفعة اللي أنا كنت رحت فيها في التلفزيون، اللي هي الدكتورة دورية شرف الدين، محمود سلطان، صديقة حياتي، ميرفت رجب، كنا مجموعة كبيرة جدا رحنا التلفزيون، وبعدين فجأة لقى كل الناس بتوع الراديو هيسرقوا منه يروحوا التلفزيون، كان أيامها رئيس إذاعة. قال بص يا ولد، يا ده يا ده يا ده، كله يختار يا ولد. فطبعا في ناس فضلت التلفزيون، محمود سلطان، درية شرف الدين، ميرفت رجب، لكن احنا بقى الباقيين صديق حياتي وانا وعبد الصمد الدسوقي وكده فضلنا الراديو. انت ايه بقى اللي مزعلك بقى ان انا فضلت الراديو؟ لا يعني انت في اي مكان بتنور الدنيا. ربنا يخليك يا جمال. ميرسي يا استاذ جمال. ازي حضرتك؟ مساء الفل والأنوار. مساء النور. يعني أهم ما يميز الأستاذة الكبيرة إيناس جوهر، يعني إيه اللي بيميزها كإذاعية؟ يعني في حاجات كتير، بس بالنسبة لحضرتك اللي بيلفت نظرك. صانعة البهجة. البهجة. صانعة البهجة وقادرة على صناعة البهجة مهما كانت الظروف المحيطة. وعندها قدرة جبارة على الفصل والانتقال من مود لمود. هي. يعني ممكن نبقى بنتكلم وهي منفعله بموضوع ومتنربزه وغضبانه وتفصل. هو فصل اصلا لفصل حاله ثانيه خالص يعني. لسه معانا. يعني هي عندها القدره ان هي تخرج من حاجه لحاجه على طول، تغير مشاعرها. يعني هي لو متضايقه تضحك بسرعه كمذيعه امام المستمعين والجماهير سواء اذاعه او تلفزيون. يعني ايه؟ هي فاهمه ان مسؤوليتها الا تصد مشاعرها الشخصيه ولا متاعبها للجمهور. الجمهور ده محتاج طاقه ايجابيه. فهي يعني واحدة من أهم صناع الطاقة الإيجابية في ماسبيرو وفي الإذاعة المصرية. أشكرك يا جمال. أشكر حضرتك كتير والله. ده كتير. لا ده حقك طبعا. وبعدين الصوت الألماس بقى. ربنا يخليك يا جمال. الصوت مميز ما شاء الله. كتير. ربنا يخليك. والحيوية الجميلة دايما منورة الدنيا صوتا وصورة ومحتوى. شكرا شكرا. الإعلامي الكبير أستاذ جمال الشاعر على تليفونك.